السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف ازاي ندخل ملف مثلا من الراينو جوه الريفت. طبعا في اكتر من طريقة، دلوقتي في ابحاث كتيرة في الموضوع دوت عشان يستفادوا من ميزة الراينو في البراماتيك والجراس هوبر والمكتبات اللي موجودة فيه جاهزة زي الليدي باج والحاجات دي كلها، والريفت المزايا بتاعته بتاعت البوم. فمن ضمن الادوات القوية جدا اللي هي راينو انسايد، بس انا عندي مشكلة فيها دلوقتي، محتاج ان هي تتأكتف وحاجات زي كده، تمام، موضوع تراك وحاجات زي كده. طيب خلينا نشوف الطريقة الجميلة. ممكن نقول له انسيرت واقول له امبورت كات، هتلاقي هنا دي دبليو جي وهتلاقي عندك امتداد اسكي سات. ده ممكن تاخد الملفات من قلب الراينو وتجيبه هنا. طيب بيقول لي اختار الملف، ولا هنا امبورت اس كاتيجوري، يعني انت عايز تدخله ك جينيريك موديل ولا تدخله كباركينج ولا تدخله سبرينكلر ولا ستيرز وهكذا. فكل الكاتيجوريز اللي موجوده ممكن تدخل الملف ده كأن هو مثلا عمود او حيطه او ايا يكن، يعني العنصر اللي انت عايز تدخله. فممكن تعال نشوف في الملف كده عندي، اذا بقى اشوف ملف يكون امتداده سات، تمام، وتقول له امبورت وتحدد هيدخل كأني كاتوبل. فانت كده تقدر تاخد اي عنصر موجود في الراينو او اي برنامج من اللي هو بيساف اس اي تي وهيدخل جاهز على ان هو كاتوجري معينه. يعني في الاوتوكاد ما بيدينش الخاصيه ديت، في الاوتوكاد بيدخل عادي اوتوكاد، لما هنا هو عارف ان ده عنصر كامل 3 دي فبيقول لك دخله كان مثلا شجره، كانه هو اكيوبمنت ستراكشر وهكذا. طيب خلينا نختار مثلا حاجه زي كده، ما اعرفش ايه اللي جواه، هتقول له اوبن فهيبدأ يعمل له امبورت جوه المبنى بتاعك، ولما تيجي تعمل عليه سيلكت هتلاقي ان هو جنريك موديل، تمام. تقدر تعدلها في اي وقت لو انت حابب، تقدر تدخل بقى هنا الريبار كفر، تقدر تختار الخصائص، هتتعامل معاك كأنه عنصر هو موجود اصلا معمول في قلب الريفت.